مش عارف، انا عندي تقدر تقول كده ايه شارده واظنها ورده جدا على راي ابويا الله يرحمه في ذهني كده. هي متعلقه بمساله الراي والراي الاخر، سميه زي ما تسميه، اختلاف الاراء، سميها حريه الراي والتعبير، سمي زي ما تسميه، مش دي القصه على الاطلاق. انا من انصار انه طبعا من حق اي حد ان هو يقول رايه ويقول الطرح بتاعه ويقول وجهه نظره، وده حق اي بني ادم في الدنيا، مش هقول لك اي مواطن في مصر، اي بني ادم في الدنيا. وافهم جدا انه الناس دائما تطالب بانه عليكم يا جماعه انكم تتفهموا، خد بالك، تتفهموا وجهات نظرها وانه يتم مناقشتها، ده في اي حته في العالم. برضو طول الوقت انا من انصار المساله دي، انه مش بالضروره رايي صح ومش بالضروره كمان رايك صح. لكن الحاجه اللي تؤرقني جدا ان انا اجد انسان او مجموعه او طيار ايا كان سميها زي ما تسميها، والله مش بتكلم على حد معين بجد يعني، هو مصر ان وجهه نظره صح، هو حر، تفرضها عليا انت مش حر. طيب ولو انا ما تقبلتهاش ومش مقتنع بيها ابقى انا وحش ليه؟ ده شيء غريب قوي يعني، ليه طول الوقت عاوز تحطني في ركن، في كورنر، في حيز، انه انت وحش لانك انت مش متبني وجهه نظري ومش متبني رايي، او اذا اشرت عليك بشيء فلو انت ما عملتوش تبقى اكيد وحش فانا لازم اهاجمك. ده شيء غريب، وانا بعتقد للاسف للاسف ده موجود في الشارع السياسي المصري طول الوقت، ومش وليد النهارده بالمناسبه. ده احنا هنا بنتكلم اذا صح تصوري، اذا صح، شوف انا بقول لك ايه، اذا صح تقريبا من وجود حركة حزبية في الثلاثينات، يمكن الجيل بتاع الثلاثينات كان أكثر ثقافة بكتير، أكثر عمقا بكتير، عنده رحابة صدر أكبر بكتير، لكن واضح أنها متلازمة ما نتوارثها من جيل إلى جيل وصولا لحد هذا العقد اللي احنا فيه من القرن 21، يعني في 2023 لازال في عندنا هذه المتلازمة اللي مستمرة بتاعت لو انت ما خدتش برأيي تبقى انت وحش وما بتفهمش حاجة. يعني هضرب لك مثل لطيف جدا، كنا في مناقشة ما وبعدين حصل كلام على مسألة الطروحات اللي عاملاها الحكومة، فحد من الناس اللي كانوا قاعدين معايا بيقول انا مش قادر افهم هو الحكومة عاملة طروحات على الشركات الكسبانة ليه. فانا سالته سؤال، قلت له وهو المفروض تعمل ايه؟ يقول لي احنا نبيع الخسران، ابيع الكسبان ليه؟ قلت له كويس، انا عايز افهم برضه. قلت له وجهه نظرك ايه؟ قال لي الكسبان بيكسبني اما الخسران فبيخسرني فانا بيعه. قلت له طيب مين بقى الاخ اللي هياخد الخسران؟ يعني مين في الدنيا هيجي ايه ده شركتكم بتخسر؟ يا مرحبا يا مرحبا، عايزين نشتري الخسران، هات لي والنبي البايظ اللي عندك. هو افتكرني بتهكم. هو انا كنت بتهكم بصراحه وكنت عايز ادب معاه خناقه، يعني انا مش بلعه بصراحه. السؤال هو يا جماعه الشركه لما بتبقى كسبانه، خلي بالك الطروحات دي مش معناها انه كده معناها انه الدوله لا نصيب لها داخل الشركه، انها لا اسهم لها، لا هي ليها لسه. الشركه الكسبانه، اي شركه كسبانه، اي شيء كسبانة، بتشتري 2 كيلو برتقال بتروح للبياع تقول له هات لي المعطب، ولا بتقول له انا عايز حاجه نقاوه او سيبنا نق انا؟ ده بمنتهى البساطه شركات لازم تبقى كسبانه علشان تبقى جذابه، ان انا لما اجي اطرح بعض النسب او بعض الاسهم اللي فيها للبيع يجي لي عليها مشتري بسعر محترم. هي دي فكره الاستثمار، انا ممكن اضرب لك اسماء بيجي 6-7 مليارديرات مصريين بيشتغلوا على انه، وده حقه بالمناسبه، يشتغل على انه انا عندي شركه، الشركه دي كانت صغيره، الشركه دي كانت نص نص، انا كبرتها استثمرت فيها وسعتها بقت الشركه عملاق ضخم جدا، بيع، لان انا بحقق مكاسب كبيره. لكن لو انا بعتها خسرانه هعمل ايه؟ هيجي لي فيها فتات مش هيغطي حتى اللي انا صرفته عليه. طيب يجي يقول لك ده نفس الشخص قال لي يعني الخسرانه بقى نفضل عاملين ايه كده، نفضل بقى متدبسين فيها؟ قلت له لا، الخسران ده بنعمل له اعاده هيكله، بنعمل له تقييم اصول، اشوف هعمل ايه، انا ممكن الغي الشركه خالص. خلي بالك ده كلام انا،
عشان برضو ما حد يقول لك ايه انت كده بتقول يا ترى هل ترى وجهة نظر مين، وجهة نظر يوسف بس فقط لا غير. بيحصل ايه؟ ان شركة خسرانة اروح انا جاي اقول اه الشركة الخسرانة دي انا قدامي كذا طريقة. اول طريقة فيهم الشركة الخسرانة بقى انا اركز، ما انا بعت حصص في الشركات الكسبانة اصبح معايا فلوس كويس، ابدا اشوف هيكل الشركات الخسرانة ازاي. خد بالك من كلمة هيكلة، اهيكلها علشان تنجح. طيب مش هينفع هيكلتها، لازم ابدا اقيم اصولها واشوف هل انا اقدر ادمجها مع شركه اخرى، احط شركتين على بعض علشان احافظ على حقوق العمال والموظفين طول الوقت، مما لا شك فيه اولويه قصوى كبرى بالنسبه لنا. مش بكلمك انا على الدوله، انا بقول لك التصور بتاع اي حد في الدنيا، اي حد في الدنيا عنده 10 دقائق حضرهم في اي حاجه متعلقه باقتصاد، بس 10 دقايق بس قاعد كده سمع. بنعمل ايه؟ بنروح واخدينها مهيكلينها، احفظ الحقوق العمال والموظفين، ده باعتبار ان احنا ما احناش راس ماليه متوحشه، حلو جدا، ابدا اشوف الشركه هتتهيكل ازاي، في اصول ممكن ما اكونش محتاجها ابدا ابيعها علشان اساعد في عمليه الهيكله، اجدد المكن، اكبر المصانع، اظبط الموظفين والعمال والمهندسين الخ الخ الخ، اظبطهم يعني اظبط لهم هياكلهم الماليه واظبط الهياكل الاداريه بتاعتهم الى اخره. كده احنا في التمام. طب هو الحكومه عندنا في مصر بتعمل كده؟ في اغلب الاحوال بتعمل كده، مش هقول لك في كل الاحوال، في اغلب الاحوال تمام. طب تعالى ما تيجي نشوف، هو مثلا بعض رجال الاعمال المصريين بعضهم معترض يقول لك ولازمتها ايه الطروحات؟ يعني لو انت ما اشتريتش تبقى الطروحات وحشه، لكن لو انت اشتريت هتبقى الطروحات حلوه؟ انا بجيب لك الموضوع على بلاط، احنا عندنا كده. انا بقول لك ده في مجتمع البيزنس والاعمال، في السياسه، في الثقافه، خد بالك حتى في الثقافه، حتى في الكتابه الروائيه والمسرحيه والشعريه الخ الخ الخ، تلاقي بعض النقاد كون انه الكاتب ده مش من مدرسته يبقى وحش، ده شيء غريب جدا. في البيزنس لو انا ما اشتريتش، لو العطا ما رسيش عليا اصلا الطروحات وحشه. طيب بلاش، يقول لك ولماذا الطروحات؟ طب بتروح تشتري بره ليه؟ لما هو ولماذا الطروحات؟ ما انت او يعني انت ده مش شخص، انا بتكلم على بعضهم، بعض رجال الاعمال، طب ما انت بتاخد بعضك وبتروح تشتري في البلد ده وفي البلد ده، يطلع في المنطقه العربيه، يطلع في اوروبا، يطلع في امريكا، امريكا اللاتينيه الى اخره، حاجه غريبه قوي يا اخي. يعني هي لو اتعملت طروحات بره بتبقى حلوه، لكن لو عندي تبقى وحش. وامتى عندي تبقى وحشه؟ لو انا ما نزلتش الصناره والطعم وطلعت سمك يبقى كده حلو، السمكه ما طلعتش يبقى وحش. شيء غريب جدا جدا. في الاخر خالص عزيزي المواطن، انت بيتعمل لك عمليه برمجه دماغيه طول الوقت بسبب الكلام ده. انت لما تيجي تشوف قدامك ناس اغنياء عندهم شركات ناجحه ورجال اعمال شطار يقول لك الطروحات وحش، فانت تقول ما الراجل ده فاهم، معذور، انا وانت معذورين، ما هو صحيح الراجل ده فاهم، امال عمل الامبراطوريات دي ازاي؟ بس هو مش بيقول كده عشان فاهم، هو بيقول كده عشان هو ايه عيني فيه، بس ما جاتش من نصيبي، تبقى وحشه. في السياسه عايزين الدوله تعمل 1 2 3 4، طب ما عملتش كده تبقى وحشه. طب ولو عملت كده اه حلوه. بيحصل والله العظيم، مصر تاريخها كده، وزراء طول مهمة في الحكم كل حاجة حلوة، يطلع برا الحكومة يبقى كل حاجة وحشة. رجال أعمال طول مهمة بيشتغلوا مع الحكومة كل حاجة حلوة، ما اشتغلوش مع الحكومة الموسم ده يبقى كل حاجة وحشة. سياسيين متنورين متلمعين كل حاجة حلوة، مش متنور مش متلمع يبقى كل حاجة وحشة. مثقفين تكتب عنهم او تكتب عنهم الصحافه يبقى خير وبركه، يتحدث عنهم الاعلام خير وبركه، ما تحدث لك الاعلام وحش ومقصر والصحافه وحش. ايه؟ الامور مش بتقاس كده. الدول بره تقدمت بالطريقه العكس ده، عكس ده، الوحش وحش، الحلو حلو، الصح تمام، الغلط تمام، يعني. طيب تعالى انا بقول لك كل الكلام ده، هتيجي تقول لي ايه علاقه ده بالخبر اللي جاي؟ هقول لك لانه الخبر الجاي بالتاكيد لازم هتلاقي ناس هتقلل من حجمه ومن قيمته، مع انه شيء شديد الاهميه. مساله استقبال فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير خارجيه اليابان يوشيماسا هاياتشي شيء مهم جدا. شيء مهم في ايه؟ على ثلاث نواحي. حاضر الاجتماع ده وزير الخارجيه السيد سامح شكري، كويس؟ طيب الرئيس في هذا اللقاء
اتكلم على ازاي اليابان بتحظى بمكانه وتقدير كبير جدا لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي، طبعا صحيح 100%. ايضا نتكلم على حرص مصر المتعلق بتعزيز العلاقات والتعاون المشترك ما بين اليابان، ازاي تم ترفيع مستوى الشراكه ما بيننا وما بين اليابان الى مستوى الشراكه الاستراتيجيه، وده ارفع انواع الشراكه ما بين الدول وبعضها البعض. والرئيس اتكلم على ازاي نقدر نبني على هذه النتائج العلاقات المتبادله، ترفيع مستوى الشراكه، وقال انه احنا في شهر ابريل اللي فات وقت ما حصل رفع العلاقات او ترفيع العلاقه ما بين البلدين المستوى الشراكه الاستراتيجيه، ده كان البدايه الحقيقيه او البدايه الكبرى للعلاقات المصريه اليابانيه. وهنا بيشير وزير الخارجيه الياباني بقى الى ايوه نحن نرحب يا جماعه بالتطورات الايجابيه اللي بتشهدها العلاقات ما بين البلدين على كل الاصعد. طب هل بس العلاقه ما بين مصر واليابان هي علاقه الشراكه الاقتصاديه؟ لا. طب والتعليم؟ طبعا اقتصاد تعليم، وايضا في نقاش على القضايا الاقليميه وكيفيه ايجاد الحلول ليه. وفكرني اقول لك على ازاي او وزير الخارجيه الياباني عنده وجهه نظر في مساله القضايا الدوليه والكيل بمكيالين. خلينا هنا ناخد على التليفون سياده السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجيه الاسبق. اهلا بحضرتك سياده السفير. اهلا، مساء الخير يا استاذ يوسف. اهلا بك يا فندم. كيف ترى زياره وزير الخارجيه الياباني ولقائه مع فخامه الرئيس وحديث على مستويات الشراكه الاستراتيجيه من جهه، وايضا على القضايا الاقليميه اللي بتهم مصر مما لا شك فيه بشكل مركزي واللي بتهم العالم بشكل عام؟ يعني بداية اسمح لي أشير يا أستاذ يوسف أن اليابان هي بتتولى الآن الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبعة الدول الصناعية الكبرى. مظبوط. تاني شيء أن هذه الزيارة لمصر بتأتي في إطار جولة شرق أوسطية لوزير الخارجية اليابانية. ثالثا أن هذه الزيارة بتأتي في أعقاب زيارة هامة سبق أن قام بها رئيس وزراء اليابان إلى مصر في أبريل الماضي في إطار جولة أفريقية له، وكانت مصر أول دولة أفريقية يزورها في هذه الجولة. والتبادل وجهات النظر والاتصالات على أعلى مستوى بين مصر واليابان بيتم بصفة مستمرة، وفي تنسيق في المواقف المصرية والرئاسة اليابانية لمجموعة السبعة حيال مجموعة من القضايا الدولية والأزمات الدولية التي أثرت على السياسة الدولية وأثرت على الاقتصاد الدولي بشكل سلبي، وأغلب دول العالم بتعاني من تداعيات هذه القضايا. فالتنسيق وتبادل وجهات النظر بين طوكيو والقاهرة مستمر على أعلى مستوى. وكما أشرت حضرتك في خلال زيارة رئيس وزراء اليابان السيد فوميو كيشيدا لمصر في أبريل الماضي اتفق على تصعيد العلاقات المصرية اليابانية التي كانت دائما علاقات متميزة وعلاقات قوية وتتسم بالاحترام المتبادل، ترفعها حضرتك تصعيدها إلى مقام علاقات في إطار شراكة استراتيجية. ودوت بيعكس حرص الدولتين حضرتك على التعزيز وترسيخ التعاون الثنائي فيما بينهما في كافة المجالات من جانب، ومن جانب آخر التبادل وجهات النظر وتنسيق التحركات المصرية واليابانية في المحافل الدولية حول الأزمات العالمية مثل الحرب الأوكرانية على سبيل المثال، وهي كانت من القضايا التي تم بحثها في خلال لقاء السيد الرئيس مع وزير خارجية اليابان. من ناحية أخرى اسمح لي أستاذ يوسف أن أنا
أشير إلى أن اليابان ومنذ مجيء السيد فوميو كيشيدا إلى رئاسة الوزراء في طوكيو، واليابان حضرتك بدأت تنتهج سياسة خارجية نشطة للغاية، وأصدرت في نهاية العام الماضي استراتيجيتها القومية، استراتيجية أمن قومي جديدة بتقوم على الانخراط مع القوى الكبرى في حفظ الأمن والسلم الدوليين في مناطق جغرافية قريبة مننا، وبتهم المصالح المصرية وخصوصا المصالح الاقتصادية المصرية، وهي مناطق تتعلق بحركة التجارة العالمية. وأنا أشير هنا حضرتك إلى المحيط الهندي والمحيط الهادي وبحر الصين الجنوبي. فاليابان بتلعب اليوم بتلعب دور كبير جدا في السياسة الدولية، ورأينا حضرتك يا أستاذ يوسف الزيارة أو القمة الثلاثية الأمريكية اليابانية كوريا الجنوبية التي استضافتها الإدارة الأمريكية في واشنطن منذ عدة أسابيع. فاليابان اليوم نشطة جدا حضرتك في الساحة الدولية، ومن مصلحة مصر الاستراتيجية أن دائما تكون على نفس الموجة مع اليابان في التحركات الدولية وفي التعاطي مع الأزمات اللي لها تأثيرات على الاقتصاد المصري وعلى الأمن القومي المصري. من ناحية أخرى اليابان، وده نقطة يجب أن تكون حاضرة ونحن نتحدث عن العلاقات المصرية اليابانية والعلاقات العربية اليابانية، هذه الزيارة بتأتي في زخم ياباني في الانفتاح بالمزيد على المنطقة العربية وتحديدا القوى العربية الرئيسية في إطار التنافس بين القوى الصينية الكبرى، الصين واليابان، في تكريس التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع مصر في العقود القادمة. ودي حضرتك يعني برضو يعني بعد جديد في السياسة الخارجية اليابانية، إن هي تريد أن يكون لها أقدام راسخة في المنطقة، وحتى يكون لها أقدام راسخة في مصر، قصدي في المنطقة آسف. بالطبع العلاقات بتحتل في هذا الإطار العلاقات المصرية اليابانية أهمية خاصة من وجهة نظر صانع القرار الياباني. كما تعلم حضرتك أنه وزير الخارجية اليابانية في سياق ما قلته ما ذكرته الآن يجتمع غدا، يتوجه غدا إلى الخليج، حيث سيعقد الاجتماع الأول بين وزير خارجية لليابان ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. دي آلية تم استحداثها لتعزيز التعاون الياباني العربي، وبالتالي مصر موجودة لها دور كبير جدا في التحركات اليابانية في المنطقة العربية. صحيح. وهنا اسمح لي أشير أنه اليابان بتؤيد المواقف المصرية بشأن التوصل إلى حلول سياسية إلى الأزمات التي عصفت والتي ما زالت تعصف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والتأييد الياباني حضرتك للتحركات المصرية وللجهود المصرية في التعاطي مع هذه الأزمات وموقف وتفهم موقف مصر وتأييد موقف مصر بالنسبة للقضية الفلسطينية على سبيل المثال وليس الحصر، كل ذلك حضرتك بيدفع إلى مزيد من التعاون مع اليابان في تحرك في السياسة الخارجية المصرية، لأنه لا شك إن اليابان دور كبير يتزايد يوما بعد يوم في السياسة الدولية وفي الاقتصاد الدولي. لعله بعد تعاون أيام يا مستوى. أستاذ يوسف أيوة. وأخيرا يعني وليس فضلي بآخر فضلي. بعد أيام قليلة اليابان ستكون حاضرة في قمة مجموعة 20 التي تستضيفها الهند،
الهند سبقا وجهت دعوة إلى السيد الرئيس لحضور هذه القمة. بالطبع وجهة نظر مصر بالنسبة لتداعيات الحرب الأوكرانية على أسعار وإمدادات الطاقة وعلى الأمن الغذائي، كل ذلك حضرتك يكون حاضرا خلال قمة مجموعة العشرين. ومن ضمن القضايا اللي كانت محل بحث ولا زالت محل بحث بين مصر واليابان القضايا المتعلقة بالتمويل، ودي حضرتك قضية في غاية الأهمية. أكيد. لأنه التمويل مثلا تمويل التعامل مع التغيرات المناخية، مسألة تأثير الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة على الديون الخارجية للدول النامية ومن بينها مصر، ده من القضايا اللي بتهم مصر جدا إيجاد حلول لها. وكما تعلم حضرتك أستاذ يوسف أن مجموعة العشرين في العام الماضي سبق أن هي وافقت على إعادة جدولة لديون الدول الأكثر فقرا، ومصر طبعا لا تقع في هذه الفئة من الدول النطاق. طبعا. مصر من الدول المتوسطة، فنأمل أنه خلال قمة العشرين أو خلال الرئاسة اليابانية لمجموعة السبعة أن يتم التعامل بطريقة أو بأخرى، أو يكون في منهجية جديدة لتخفيف أعباء ارتفاع أسعار الفائدة على مسألة الديون الخارجية للقوى المتوسطة ومن بينها مصر. نتمنى ذلك سيد سفير. أشكرك مرة تانية سيد سفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أستأذنكم نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. نحذر من أن اللجوء للعنف وإراقة دماء الفلسطينيين لن تفضي إلا إلى المزيد من تأجيج العنف والمزيد من التوتر في المنطقة بأكملها. وحذرت الجامعة العربية ولا تزال من أن المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا. وأكدنا ولا نزال إن المساس بالمسجد الأقصى بمساحته الكاملة ومحاولة تقسيمه زمنيا أو مكانيا هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا. فهو كان وسيظل مكان عبادة مخصصة للمسلمين. طيب، الكلام اللي قاله معالي الوزير سامح شكري كلام شديد الأهمية على مسألة بقى سد النهضة، على مسألة القدس إلى آخره. بيأكد وزير الخارجية سامح شكري كويس، خلي بالك بقى من الكلام ده، إن مصر بتتطلع لاستمرار الجامعة العربية في دعمها فيما يتعلق بالقضية دي. ده بالنسبة لنا في سد النهضة، ده بالنسبة لنا احنا والسودان، ده بالنسبة بالمناسبة لمستقبل إفريقيا، ده بالنسبة بالمناسبة لمستقبل الإقليم. معالي الوزير سامح شكري كمان أعرب بوضوح رفضه للمواقف المتعنتة في ظل خطوات أحادية الجانب الإصرار على اتخاذ خطوات من جانب واحد، وأكد يا جماعة في ضرورة للوصول للتوافق لتحقيق مصلحة الجميع، خصوصا وأن مصر بترصد عدم تغيير الموقف الأثيوبي. ده على حد كلام معالي وزير الخارجية سامح شكري. ده اللي انت هتسمعه بودانك في المقتطف الصوتي التالي. يعني انت سمعت الأول فيما يتعلق بالقدس، أتمنى تكون سمعته كويس وتكون شايف أنه الخطاب واللهجة في منتهى الاتزان بقدر مهم في منتهى الوضوح والصرامة. اسمع ماذا قال وزير الخارجية المصري حول سد النهضة. استضافت القاهرة جولة مفاوضات ثلاثية يوم 27 و 28 أغسطس، تبين خلالها عدم وجود تغير في الموقف الإثيوبي وعدم وجود توجه لأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة التي تلبي مصالح الدول الثلاث. كما نرصد على التوازي عدم تغير التوجه الإثيوبي الأحادي اتصالا بملء وتشغيل سد النهضة. ومع استمرار المساعي المصرية الحثيثة للتوصل لحل سلمي لهذا الأمر الذي يمس حقوقها ومصالحها المائية وأمنها القومي،
فإننا نتطلع إلى استمرار دعم الجامعة العربية لحث إثيوبيا للتخلي عن توجهاتها الأحادية والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للتوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن بما يلبي مصالح الجميع. طيب خليني الأول أرحب بدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أهلا بك دكتور. أهلا سيادة النائب، أهلا وسهلا. ربنا يخليك دكتور طارق. الحيرة تتملكني، أبدأ من القدس ولا أبدأ من سد النهضة؟ وكلاهما شديد الأهمية، القدس والقضية الفلسطينية هي القضية المركزية المصرية، وسد النهضة هو قضية المصير والوجود. تحب نبدأ من مين فيهم؟ تفضل حضرتك. طبعا الملف الأمن المائي هو الأهم بالنسبة لنا في هذا التوقيت. كيف ترى تصريحات وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري حول هذا الملف في إطار اجتماع وزراء الخارجية العرب وتطلع مصر إلى موقف داعم واضح من المجتمع العربي؟ هو بالتأكيد طبعا ما أشار إليه وزير الخارجية سامح شكري اليوم في اجتماع الجامعة العربية بيأكد فيه على الثوابت المصرية في ملف الأمن المائي وتأكيد الحقوق المصرية المباشرة، خصوصا وأنه القاهرة أعلنت أنه جولة المفاوضات اللي اختتمت أواخر الشهر الماضي لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الأثيوبي، وبالتالي كان مهم للوزير سامح شكري أن يقول أن التوجه الأثيوبي الأحادي فيما يتصل بتشغيل سد النهضة هو توجه لم يأتي بجديد، وبالتالي كان هناك تأكيد على الثوابت المصرية والعربية. هناك دعم كما تعلم حضرتك سيادة النائب، دعم عربي من جامعة الدول العربية ومن أغلب الدول العربية المؤيدة للحقوق المصرية، فبالتالي الرسالة اليوم من الجامعة العربية بتشير بطبيعة الحال إلى استمرار الجامعة العربية في دعم ومساندة الموقف المصري، لأنه طبعا المواقف الأخرى تحتاج إلى مراجعة، يعني المواقف المتعنتة من الجانب الآخر تحتاج إلى مراجعة وتحتاج إلى موقف مباشر في هذا الإطار، خصوصا وأن القاهرة كما تعلم رحبت حضرتك بكل التطورات بعد اجتماع لجنة الجوار، وطبعا الاجتماع الخاص بدول الجوار الإقليمي للسودان والاتفاق على 4 أشهر ل يعني الاستمرار في التفاوض، وعقدت جلسة التفاوض، لكن من الواضح أنه الجانب الأثيوبي مازال على موقفه متبني طبعا الإجراءات الأحادية، وبالتالي أنا أعتقد أنه نقطة من أول السطر موقف مصر يعني موقف واضح ومباشر وموقف لا يحتمل أنصاف حلول أو أشباه خيارات، وما قاله الوزير سامح شكري اليوم هو تأكيد لما كنا في البداية، وأكد حضرتك أنه يعني نبدأ التفاوض ونبدأ التفاوض بحذر لعنصر الوقت، وخصوصا مع تزامن ما يجري مع ملء الملء الرابع للسد الأثيوبي. وبالتالي أنا أعتقد تسجيل موقف مصر اليوم في الجامعة العربية أمر مهم، لازمنا نؤكد على حقوقنا ونؤكد على ثوابتنا في الملف، وأعتقد أنه الدعم العربي مهم في هذا التوقيت. طبيعة الدعم العربي اللي المفترض نجده واقعيا على الأرض بخلاف الدعم السياسي الشفهي والتأييد لموقف مصر وحقها في المياه وحقها العادل وكل الكلام ده كلام أنا أقدره وأحبه وأجله وسعيد به. السؤال يا دكتور طارق، هل هناك من مواقف تصبح واضحة عملية تؤكد الدعم العربي؟ يعني قولا واحدا، مطلوب ترجمة الأقوال إلى أفعال. بعد عدة أيام ستبدأ الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الجديدة، وأمام العالم على القادة العرب وعلى الجامعة العربية أن يحددوا في كلمتهم سواء كان على مستوى الرؤساء أو الملوك موقف داعم مباشر للموقف المصري. هذا أمر مهم في هذا التوقيت، وهذه أمور يعني واقعية لا تحتاج إلى أنصاف حلول، بمعنى زي ما حضرتك أشرت ما هي الإجراءات، ما هي التدابير العربية المباشرة لدعم الموقف المصري. قولا واحدا هذا الأمر أعتقد مهم للغاية في اجتماع الجمعية العامة باعتبارها منصة عالمية لتسجيل موقف عربي من قبل الدول العربية المعنية بالموقف المصري ومؤيدة للموقف المصري
ببيانات دبلوماسية أن يترجموا هذا أمام المنصة الدولية. المنصة الدولية في الجمعية العامة أمر مهم للغاية، تحسبا طبعا لأي ارتدادات من الجانب الآخر. وأعتقد أنه الجامعة العربية تستطيع أن تباشر هذا الأمر مع الدول العربية الرئيسية، وأن يكون الأمر واضح في جمل مباشرة بتأكيد الحقوق المصرية في هذا الملف، وتأكيد للدعم العربي سواء على مستوى الدول العربية أو على مستوى المجموعة العربية في الأمم المتحدة. يعني في إجراءات أنا أعتقد تتجاوز الرمزية في هذا الإطار. حقوق مصر حضرتك سيادة النائب واضحة، موقف مصر واضح، وموقف مصر بتعبر عنه الدولة المصرية على أعلى مستوى، وهناك موقف راسخ أي لم يتغير تأكيدا للحقوق المصرية في إطار طبعا الاستمرار المفاوضات والدعوة للمفاوضات وإقرار طبعا آلية التفاوض بصورة كبيرة، ومعنا طبعا بطبيعة الحال أشقاء السودانيين. إذن مطلوب بقى ترجمة هذا الأمر سيادة النائب إلى إجراءات وإجراءات دولية قبل أن ننتقل إلى أي مسار آخر، سواء طيب. من خلال الاتحاد الإفريقي أو من خلال مجلس الأمن. طب دكتور، يعني أنا متأكد أن هناك دول عربية كثيرة لن تستطيع أن تقدم لنا سوى الدعم السياسي حتى أمام المنظمة الأممية، أما أن هناك دول أخرى تستطيع أن تقدم لنا دعما بشكل مختلف مثلما فعلت سابقا في وقت حربنا في 73 وأوقفوا مد وتصدير البترول للدول التي كانت تقوم بدعم الكيان الصهيوني المحتل. هل أنا الأوان لأنه هذه الدول نفسها تقريبا تأخذ نفس المواقف وتستطيع أنها تجمد استثمارات، تستطيع أن توقف معونات، يعني تستطيع أن تفعل الكثير؟ نتمنى بطبيعة الحال أن تقدم الدول العربية الرئيسية التي تستثمر في الجانب الأثيوبي وهناك لها مشروعات عديدة أن تقوم بهذا. مصر حضرتك صاحبة الفضل على النطاق العربي بأكمله، ونحن لا نمن على أحد. كما تعلم مصر وقفت مع الجميع، ومصر أيدت ودعمت الأشقاء العرب والأفارقة، والمطلوب الآن أن يكون هناك وقفة، لأنه حتى اللحظة الأخيرة قبل أن تبدأ مفاوضات الأربعة أشهر كنا متفائلين وكنا نتمنى أن نصل إلى حل توافقي. أما وإن توقف الأمر بهذه الصورة فبطبيعة الحال لابد كما أشرت حضرتك سيادة النائب أن تكون هناك إجراءات عملية وإجراءات مهمة وإجراءات مباشرة، يعني تجميد الاستثمارات أو وقف العمل في بعض المشروعات. هذا أمر مهم، القضية ليست اقتصادية والقضية ليست عملية تنمية، وإنما هذه أمور متعلقة بأهمية هذا الملف في الجانب المصري، وبالتالي على الأشقاء العرب أن يترجموا بقى الأقوال إلى أفعال وبصورة مباشرة. وكما ذكرت لحضرتك نحن لا نستجدي أحد، هذه حقوق مصر الكبيرة، وبالتالي أنا أعتقد أنه مطلوب أن تتحرك الجامعة العربية في هذا النطاق وتتحرك الأمين العام، ولابد أن يكون هناك عدد من المبعوثين لبعض الدول العربية والإفريقية على هذا النطاق. أعتقد ده مهم جدا، وأن نتجاوز الإطار الشكلي في التعامل مع الملف. مطلوب من الدول العربية الرئيسية أن تراجع مواقفها وأن تنتقل من الدعم المعنوي أو الرمزي أو الدبلوماسي إلى إجراءات حقيقية فعالة دعما للحقوق المصرية في هذا الملف، بالإضافة طبعا لضرورة تحرك الجامعة العربية سواء على مستوى الإجراءات أو على مستوى تبني المواقف، سواء على مستوى الدول العربية أو الإفريقية أو حضرتك أيضا في الأمم المتحدة، تحسبا أن ننتقل إلى مسار آخر، لأنه كما تعلم الأمر في الاتحاد الإفريقي لم يتغير، وبالتالي نحن نتحرك على مسار الجامعة العربية. طبعا موقف الأثيوبي كما تعلم سيادة النائب كان متحفزا وأبدى ملاحظاته على وجود الملف في الجامعة العربية في حينما عرض عليها منذ عدة أشهر، وبالتالي لابد من خطة عمل كاملة. هذه الخطة العمل الكاملة تقوم بها الجامعة العربية وتقوم بها الدول العربية التي لها وجود، وآن الأوان أن نسمي الأسباب مسمياتها. استثمارات موجودة ستخدم مشروع السد، ستخدم المشروع السد الأثيوبي، وبالتالي لابد من وقفة حقيقية. حضرتك قارنت بين فترة 73 حرب 73 وبين اليوم، هذا أمر وهذا ملف مهم بالنسبة لمصر إذا كان هو مشروعات تنمية وغيره، لكن بالنسبة لنا
قضية الأمن المائي قضية مهمة وعلى رأس أولوياتنا، ونحن ندافع عن حقوقنا، يعني هذه حقوق المصريين وحقوق متعارف عليها وفق قواعد القانون الدولي، ومصر ملتزمة حتى هذه اللحظة بالتفاوض وبآلية التفاوض والوصول إلى توافق يرضي جميع الأطراف. وبالتالي يعني هي ستكون الآن ما بين الدول العربية الرئيسية التي لها استثمارات في نطاقها وفي مشروع السد، بالإضافة طبعا إلى تحرك الجامعة العربية سواء كان على مستوى المبعوثين، ولابد أيضا من حركة مباشرة من قبل وزارة الخارجية حتى لو اقتضى الأمر زيارات مكوكية لوزير الخارجية سامح شكري لتغيير الصورة ونقل الصورة كاملة. طبعا في تحرك تجاه الأمر في الفترة المقبلة كما ذكرت لحضرتك، لابد من خطة عمل متكاملة تأكيدا للحقوق المصرية ووقف ما يجري في بعض هذه المشروعات المقبلة. يعني طب دكتور وبرضه صححني، يعني مصر ليست مدينة لأحد بل الكل مدين لمصر، حتى في وقت 73 كان الكل مدين وإلا كان كل هيؤكل. ده واحد. اتنين، مصر وقفت بجانب الكل، إما أنها دافعت عن البعض بجيشها وعتادها وسلاحها، أو أنها استخدمت قواتها الحيوية في التكشير عن الأنياب أحيانا، أو بالتفاوض أحيانا تجاه من هدد أراضي عربية وحتى وقت قريب. وفوق كل ده لولا الجهد اللي بذلته مصر في حربها على الإرهاب، سواء إذا كانت الحرب المباشرة بالجيش المصري أو الحرب عن طريق الأجهزة الاستخباراتية والمعلوماتية اللي ركعت كل أمراء داعش والقاعدة في المنطقة، كان الشرق والغرب العربي هيؤكل عن بكرة أبيه، وبالتالي الكل مدين. لماذا يتباطأ البعض؟ يعني الكل مدين للدولة المصرية بكل مستوياتها. يعني ربما حضرتك أشرت إلى ما أدته القاهرة من دور، وهو دور حقيقي لا ينكره أحد، ونحن ربما يعني تكون شهادتنا مجروحة في هذا الإطار، لكن هذا هو الواقع. ما تحدثت فيه سيادة النائب هو الواقع. مصر قدمت الكثير للدول العربية وللدول الإفريقية، وقدمت لنطاقاتها يعني كثير من الأمور، في جزء منها مواجهة الإرهاب بهذه الصورة. لدينا تجربة في مواجهة الإرهاب كان يمكن أن يعم الإقليم بصورة كبيرة، بالإضافة طبعا لحماية الأمن والاستقرار في الإقليم بصورة كبيرة. مصر قدمت نموذج كبير يشيد به الجميع خارج الإقليم، وبالتالي يعني لا نريد أن نشير إلى بعض الحقائق التي ربما تنساها البعض. مصر وقفت بجانب الجميع سواء كان في مراحل صعبة مر بها النظام الإقليمي العربي، سواء كان مع الدول التي عانت ولا تزال تعاني، ومصر لا تزال تقف تسجل مواقفها تجاه الأشقاء. وقدمنا أثمن ما لدينا، يعني دربنا جيوش عربية، أمنا بمناورات بتدريبات كثيرة، ذكرنا أن أمننا القومي يتمدد ويتماس إلى أمن الأشقاء في الخليج وإلى المنطقة المغربية، ويعني تحركنا يمينا ويسارا في هذا الإطار. الرسالة الآن هي لابد أن يكون هناك موقف من الأشقاء سواء كان الدول العربية أو الدول الإفريقية لمحاصرة الجانب الأثيوبي وإقناعه بصورة كبيرة. طبعا في مراحل معينة كان هناك وجود أمريكي أيام إدارة الرئيس ترامب كما تذكر، وكان هناك اتفاق إعلان واشنطن الذي لم توقع عليه وقتها السودان، لكن اليوم نقطة من أول السطر نريد أن نقول أن المنطقة ستشهد حالة من عدم الاستقرار إذا استمرت الخيارات الانفرادية سواء من قبل أثيوبيا أو من غير أثيوبيا، لأن القضية الآن في أننا نطالب بإقرار الحقوق المشروعة للجانب المصري، وهي حقوق لن يستطيع أحد أن يعني ينكرها أو يستبعدها في هذا الإطار. وبالتالي حقوق مصر محفوظة وقواعد القانون الدولي منظمة في هذا الإطار، ونستطيع أن ندخل في كثير من آليات التفاوض في هذا الإطار. أما وأن ينكر الطرف الآخر سيادة النائب هذا ويشتري الوقت، يعني ما يحدث الآن هو شراء الوقت للوصول إلى هذه الأهداف. وطبعا لا أتحدثون عن الملء الرابع والملء الخامس، هذه أمور تأتي في سياق أمورها كأمور فنية. أتحدث هنا سيادة النائب عن الخيارات السياسية، أتحدث عن الأدوات الدبلوماسية، وبالتالي على الأشقاء العرب والأشقاء الأفارقة أن يتبنوا مواقف مباشرة في هذا الإطار. هناك إجراءات عديدة يمكن أن تتخذ على هذا المستوى، وجزء منها بطبيعة الحال هو أننا نطالب بحقوقنا. لا نريد أن نقول هذه حقوق المصريين في هذا الإطار، وأنا الأوان أن نسمي الأمور بأسمائها
وأنا أعتقد أن الدولة المصرية بأجهزتها ومؤسستها قوية وأقوى مما يتخيل البعض، لكن ما زلنا نكرر أن التفاوض والوصول الحلول التوافقية هو الحل للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف. والله صحيح يا دكتور، يعني هو مصر الحقيقة أظن ضربت نموذج تفاوضي مذهل، 10 أو 11 سنة من المفاوضات المستمرة وبصبر لم ينفذ حتى هذه اللحظة. اللهم جنب الجميع الغضب المصري، والله العظيم يقروا بقى وصايا الحجاج ابن يوسف الثقفي يعرفوا يعني ايه اللهم جنب الجميع الغضب المصري. شكرا جدا ليك يا دكتور، كل الشكر الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه. ومش هروح للفاصل لكن هطلع بيك على وزاره التربيه والتعليم. وزاره التربيه والتعليم بتستعد خلاص ان هي الا ايام، حتى ما بتكملش اسابيع، يعني اسبوعين اظن ولا شويه، اسبوعين وشويه ويبدا العام الدراسي الجديد لكل ولاد. ادعوا لي انا تحديدا، انا في محنه، بنتي في الثانويه العامه، اهيانه. المهم وزارة التربية والتعليم بتقول يا جماعة تفعيل لبرنامج التبادل الطلابي لمرحلة التعليم الثانوي ما بين مصر وما بين اليابان في نوفمبر المقبل. أفهمها دي. معايا على التليفون زميلنا وصديقنا العزيز الأستاذ شادي زلط المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. ازيك يا شادي؟ أهلا بيك يا أستاذ. عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ عامل إيه؟ كله حلو؟ إيه موضوع التبادل الطلابي اللي ما بيننا وما بين اليابان ده؟ هو الحقيقة أن ده برنامج تم الاتفاق عليه ما بين الدكتور رضا حجازي وعمدة طوكيو. الحقيقة ده كان خلال لقاء تم في خلال مؤتمر كوب 27 اللي كان في شرم الشيخ. حلو. وطبعا يعني هو اللي كان فيه تجهيزات وبالفعل يعني بدأ التفعيل، لأن طبعا يعني ده في إطار التبادل الثقافي ما بين البلدين والعلاقات الراسخة ما بين مصر واليابان. البرنامج الحقيقه كمان يعني بيتضمن استقبال دفعه من الطلاب المصريين في اليابان، هيكون خلال شهر نوفمبر اللي جاي باذن الله، وفي دفعه بقى من الطلاب اليابانيين هيجوا مصر خلال شهر ديسمبر، والعدد هيكون في حدود 12 طالب مصري هيروحوا اليابان، هيزوروا بعض المدارس، يتعرفوا على الثقافه والثقافه اليابانيه، وهيقوموا بجولات تثقيفيه، يشوفوا ابرز المزارات السياحيه الموجوده في طوكيو. ومن ناحيه ثانيه هيكون في برنامج لزياره الطلاب اليابانيين لمصر، هيبقى زي ما قلت لك خلال شهر ديسمبر، وهيبقى البرنامج بتاع زيارتهم يعني بيتضمن تفقد عدد من المدارس وزياره مكتبه اسكندريه، وكمان هيبقى ليهم برنامج يعني ثقافي وسياحي يتضمن التفقد اهم المزارات السياحيه في القاهره زي الاهرامات والمتحف الوطني ومتحف القومي للحضاره ومتحف المصري الكبير وغيرها يعني. طيب سؤالي يا شادي، هل هيبقى جزء من البرنامج التبادلي ده حتى لو في مرحله قادمه انه يبقى في طلبه يابانيين بيدرسوا جوه مدرسه مصريه، طلبه مصريين يدرسوا جوه مدرسه يابانيه هناك في اليابان، غير طبعا المدارس اليابانيه اللي عندنا يعني؟ لا، هي مش دراسة، هي فكرة تبادل يعني ثقافي ما بين البلدين في إطار طبعا بروتوكولات كتيرة اتعملت. حلو. وإطار علاقات يعني ثقافية وعلاقات قوية ما بين مصر واليابان. الحقيقة ده يعني يعتبر جزء في إطار تفعيل أطر التعاون بالجانب التعليمي ما بين البلدين. أنت حضرتك عارف طبعا أستاذ يوسف إن أيضا عندنا كمان جانب تاني خالص، المدارس المصرية اليابانية طبعا. بس ده جزء منفصل، دي حدوته تانية خالص للبرنامج التبادل الطلابي يعني. فالحقيقه يعني ان في تعاون كبير ما بين البلدين في اطار المجال التعليمي، ويمكن الجزء الخاص بالتبادل الطلابي دوت او التبادل الطلابي في الزيارات المتبادله ما بين مصر وطوكيو، تحديدا ما بين يعني القاهره واسكندريه وطوكيو، ان هم يجوا القاهره ويجوا اسكندريه او الطلاب المصريين يروحوا طوكيو، ده يعزز كمان فكرة التعرف على الثقافة الأخرى والثقافة اليابانية، ويشوفوا كمان إيه أهم المعالم اللي بيتم دراستها كمان داخل المدارس اليابانية، هيكون فيها يعني معرفة غزيرة يعني بالنسبة للطلاب المصريين اللي رايحين. طبعا صحيح، يا بختهم العيال اللي هتطلع دي. الحاجة دي كانتش على أيامنا يا جماعة. أشكرك جدا يا شادي، كل الشكر لزميلي وصديقي العزيز شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم.
يا اخي والله كنت نفسي عارف اقول لك على طب بص اصل انا عايز اقول لك على حاجه عشان بس ايه مهمه جدا والله العظيم الناس تتعلم الحاجات دي لانها حاجات شديده الاهميه. بص المصريين يا جماعه والله العظيم بجد مصر بلد عظيم جدا وكبير جدا وقوي جدا جدا جدا، قوي على كل مستوياته، قوي اولا بشعبه، هذا البلد قوي بشعبه، هذا البلد قوي بجيشه، واحد من اقوى الجيوش اللي في العالم. انت بتتكلم على جيش بيلعب، انا مش لابس نظاره عم دهب دي، فجيش بيلعب في المراكز ما بين 9 10 11 12 حاجات كده يعني. ولازم تبقى فاهم انه ده ترتيب من ضمن 194 دولة، لازم تبقى فاهم قوة الجيش ده عاملة ازاي. طيب بلد قوة تأثيره الثقافي مخيفة مذهلة. طيب بلد قوتها الحيوية اكبر بكتير مما اغلبنا كمصريين تخيل بقى يظن، واكبر بكتير مما قد يظن البعض حوالينا. طيب بلد يمتلك كل هذه المقومات ويصر دائما على التفاوض، وحط ما بين قوسين يصر دائما على التفاوض، بلد فعلا نزيه مسالم. انا هنا بكلمك مش على بقى الشعب المصري المسالم الطيب، انا بكلمك على الدولة، دولة هادئة حكيمة مسالمة، ودولة بيحكمها رجل شديد الهدوء. هو عنده حاجة واحدة، ما تقربش من البلد دي، ما تقربش من البلد دي. والريس قالها يمكن انا سمعتها مثلا 3 مرات في اللقاءات اللي اتعملت، اللي هيقرب كده قسما بالله اللي هيقرب لها لمسحه من على وش الارض. انا سمعتها 3 مرات. حط جنب كل ده ان مصر وقفت جنب الكل، جنب الكل، شرق وغرب، شمال وجنوب، جنب الكل، كل المحيط الإقليمي والقاري المصري مصر وقفت معاه. مصر لا تطالب بسداد فواتير قديمة ولا كانت فواتير مؤجلة، برضو مصر ما بتتعاملش بالطريقة دي. وعلشان كده أنا حتى لما كنت بكلم مع دكتور طارق فهمي انا بستغرب جدا، انت عارف مصر دي حق عليها قول ايه؟ اتقي شر الحليم اذا غضب، هي كده. قال لك ايه؟ قال لك على مصر والله، قال لك وصيه الحجاج بن يوسف الثقفي لطارق بن عمرو كان هو هيجي للولايه يعني وقتها. بس هنا عايزك تبص على الوصيه دي باعتبارها مصر بكاملها، جمهوريه مصر العربيه، الدوله المصريه، الدوله المصريه. بيقول عليك بالعدل، فهم قتلت الظلمة، مصر كده، مصر قتلت الظلمة وهادم الأمم. امتى بقى؟ إن أتيت عليهم، ما أتى عليهم قادم بخير إلا التقموه كما تلتقم الأمة رضيعها في الحضن، في الحفظ والصون. حلو. وما أتى عليهم قادم بشر إلا أكلوه كما تأكل النار أجف الحطوب. خشب. أهل قوة وصبر وجلدة وحمل، قوة وصبر ومتحملين، ولا يغرنك صبرهم ولا تستضعف قوتهم، فهم إن قاموا لنصرة رجل ما تركوه إلا والتاج على رأسه، وإن قاموا على رجل ما تركوه إلا وقد قطعوا رأسه، فاتقي غضبهم ولا تشعل نارا لا يطفئها إلا خالقها. أنا قلعت النظارة، أستغفر الله لي ولكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا جماعة مصر فعلا بلد عظيم وبلد كبير وبلد قوي.
طيب تعالى بقى اخدك وروح على حاجه تانية لطيفه كده عن قريه النازله. قريه النازله دي يا سيدي بعيده عن الفيوم حوالي 50 كيلو بس، مش بعيده قوي يعني. موقعها جميل رائع للافلام بتاعه السيما بقى، بتتميز بصناعه الفخار، عندهم الطرق الاصليه القديمه اللي يمكن توصل لالاف السنين في الماضي، اللي بيقوموا باستخدامها في عمل الفخار اللي موجود دلوقتي. النازله ليها طريقة في صناعة الفخار نازلة تانية خالص، طريقة تانية خالص. بلد حلو من قلب الفيوم الحلوة اللي في مصر اللي مفيش أحلى منها. تقرير ونكمل الكلام. هذا المكان يتم تصنيع الفخار فيه من الأزل السنوات الماضية، منذ مئات السنين التي مضت. واختير هذا المكان لأنه كان ملائم لصناعة الفخار عن طريق الطمل الذي يتم استخراجه من وادي النزلة، الترعة التي على يسارنا دي مسمى بوادي النزلة. المنتجات اللي كانت في الماضي كانت عبارة عن البوكلة وزلعة وزير وبربخ للمية للأراضي الزراعية، وبربخ لأبراج الحمام. كانت أشكال متعددة وما زالت بتطلب منهم هذه الأشكال وهذه الصناعة حتى تاريخه. الشباب اللي طلع بقى متوارث المهنة هنا بدأوا يشتركوا في المعارض، احنا عن طريقنا كنا بنوفر ليهم الاشتراك في المعارض زي معرض ديارنا، زي معرض الأسر المنتجة في محافظة الفيوم، زي معرض الجمعية العامة للأسر المنتجة على مستوى الجمهورية. وكانوا بيشتركوا، كانوا بيشتركوا في معارض في فنادق، وبالفعل كانت بتجيب معهم نتيجة. المنتج القديم اللي موجود حاليا دلوقتي اللي هم شغالين فيه، تم تصدير بعض المنتجات للخارج. اتعلمت الحرفة دي ازاي؟ اتعلمتها من والدي، ووالدي اتعلمناها من جدي، وجدي اتعلمها من جدي، بقينا سبع جيل وبنشتغل في الحرفة دي. وانا بشتغل فيها من وانا عندي 10 سنين بجانب التعليم، حبا عشان احافظ على التراث، يعني وجود هنا في المكان للحفاظ على التراث، وحابب ابقى موجود. احنا بنشتغل مواد طاميه من النيل، بنجيبها بننشفها في الشمس، وبعد كده بندخلها حاجه اسمها بله، تقعد 24 ساعه وتطلع جاهزه للشغل. في ناس بتيجي بتقول لك، حتى ناس من جميع انحاء العالم بيقول لك حاجه، بنيجي هنا له جاذبيه وراحه نفسيه، بيجي بيحس ان هو مرتاح نفسيا للمكان، نظرا للجغرافية المكان، لان هو معمول من نفسه حاجه بيئيه. انا طلعت لقيت المكان مفيش اي جديد. ببدا من الورشه بتاعتي من الساعه 7، ببدا انزل اجهز الخامات بتاعتي اللي هي بتاع الزير، بعمل العجينه الاول، وبعد كده بشكلها حته حته على الدولاب، وبجيبها بشكلها زي ما انا عايز، بعجم احجام كبيره احجام صغيره على حسب الزير اللي انا هعمله. هو الزير بيتعمل على 5 مراحل، ببدا اول مرحله في اللي هو الخصم الزير، وبعد كده تاني مرحله اللي هو التفتيحه، وبعد اشكل بيه 10 قطع مثلا في اليوم، بطلعهم كل 10 قطع بطلعهم بره في طاقه الشمس، وبرجعهم تاني اللي هم يشدوا لين معايا عشان اقدر اشكلهم ورا بعض. بقالي 17 سنه شغال في المهنه دي، بس انا حبيبها انني طلعت ورثتها ابا عن جد. طلعت لقيت والدي وانا بتعلم برضه، لقيته شغال في المهنه. طبعا ما حبيتش ان انا مثلا اشتغل اي حاجه ثانيه، لا، هي شدتني ليها، استجبت ليها على طول بسرعه. بقيت احب ان انا اشكل، احب اعمل منتجات وانا قاعد كده، بحب الفن، احب اشتغل بالفن بتاعي اطلاقا، هو البلد بتاعنا زي ما احنا بنقول كده. احب اعمل اي قطعه من فخار اشكل زي ما انا عايز، كل حاجه لها قيمتها. ده طين بلدي اللي هو بتاع النيل، اعتبر من جنب المصرف اللي هو وادي الريان، بيطلعوا الحفارات بتطلعوا وبينجفوا بره على الطريق، وبعد كده الحفارات بيشيلونها ويجيبونا على الجرارات ونقعد نشكل بيه. طيب
ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ الدنيا حر اليومين اللي فاتوا دول، امبارح والنهارده كانوا حر مش قد كده، مش عارف ليه مع ان احنا في شهر 9، وانا صغير شهر 9 عمره ما كان كده. طيب رئيس مركز المناخ بيحذر، خد بالك بقى، من تعرض البلاد لارتفاعات قياسيه في درجات الحراره. ارتفاعات قياسيه يعني ايه؟ ما انا لازم افهم برضه. طيب رئيس مركز المعلومات او معلومات المناخ البلاد قال انه البلد خلال 72 ساعه اللي جايين هتتعرض لموجه حراريه مؤقته. طيب وهتترفع او درجه الحراره هتزيد لقيم قياسيه. ما هو قياسيه دي لازم افهمها برضه. وقال غير اعتيادية خلال نهاية فصل الصيف، ودي واحدة يا جماعة من تداعيات ظاهرة النينو. بالمناسبة أنا مش مستغرب حكاية النينو دي، النينو دي بتحصل في المحيط وتؤثر على الهند، يعني حدوتة كده عادت أنا مرة قريت عنها. ودي الدورة الجديدة بتاعة ظاهرة النينو بالمناسبة يعني. المهم ودي بتبدأ من أواخر يونيو اللي فات وبتفضل مستمرة من 3 لـ5 شهور. ظاهرة النينو دي هي اللي بتؤدي بقى لإيه؟ منخفض الهند الموسمي. دكتور محمد فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا أستاذ يوسف، ازي حضرتك؟ إيه الأحوال؟ كله تمام؟ الحمد لله كل الأمور تمام. مش ظاهرة النينو دي هي اللي بتؤدي لمنخفض الهند الموسمي؟ لا، هي اولا هي بعيده شويه عن ظاهره عن منخفض الهند الموسمي. منخفض الهند الموسمي احد المنخفضات اللي بتشكل صيف المناطق شاسعه من الكره الارضيه، الهند والجزيره العربيه وشمال افريقيا وجزء من جنوب اوروبا. امال ايه النينو بقى؟ ظاهره النينو ظاهره بتنشا في المحيط الهادي نتيجه عن ارتفاع درجه حراره مياه المحيط لمسطحات كبيره. دي بقى اللي بينشا عنها الاعاصير المعروفه في مناطق الولايات الجنوبيه من الولايات المتحده في جنوب شرق اسيا. واحيانا بقى، وده اللي حصل دلوقتي، ان تتمدد هذه الظاهره شمالا لغايه ما توصل لمنطقه البحر المتوسط. وعشان كده هي عامله دلوقتي حالا، يعني مع بدايه ظهور تجدد الظاهره في يونيو اللي فات، بدات تعمل منخفض سطحي شمال ليبيا في البحر المتوسط. هذا المنخفض السطحي بدا يحول اتجاهات الرياح، أصبحت اتجاهات الرياح غربية إلى جنوبية غربية على معظم المناطق الجمهورية، فأصبحت رياح ساخنة هي دي اللي عملت الموجة أو هتعمل الموجة شديدة الحرارة اللي بدأت نوعيا النهاردة، بس هتوصل بكرة وبعده إلى قيم قياسية لا تتناسب مع هذا الوقت من السنة. خلي بالك، قياسية يعني أنا في آخر 10 أيام من الصيف الفلكي في مصر، يعني آخر تقريبا أسبوعين وينتهي الصيف فلكيا ورسميا في مصر ويبدأ الخريف في 23 سبتمبر إن شاء الله. يعني هذه الحراره القياسيه اللي توصل ل 42 و43 في القاهره ومناطق شمال الصعيد وال 45 في مناطق جنوب الصعيد هي درجه حراره غير اعتياديه في مثل هذا الوقت من السنه على هذه المناطق. يعني في الصعيد هتوصل درجات الحراره ل 45 بكره 45، ما بين 45 ل 46. طب سؤال درجه، وبيش المفروض تعمل كده وانا في نهايه الصيف الفلكي؟ طيب سؤال علشان ابقى واقعي، سؤال علشان ماشي، سؤال علشان ابقى واقعي. 45 دي طبقا لطريقه قياس درجه الحراره، يعني في الظل في منطقه خضراء غير رمليه، صح كده؟ بالظبط، في الظل درجه حراره الظل، اي درجه بتتقال درجه حراره الظل في الشمس زود 7 درجات. بس انا بنصح كل اهالينا وخاصه المزارعين بعدم التعرض لاشعه الشمس بطريقه مباشره، وخاصه فتره الظهيره. طيب الفرق ما بين قياس درجه الحراره، الفرق ما بين قياس درجه الحراره في الظل ودرجه الحراره في الشمس ارفع كام درجه ساعتها بقى؟ ما بين 7 لـ8 درجات. بس انا ما بقيت يعني الارصاد الجويه العالميه ومحطات الارصاد ما بتقيس اللي في الشمس، بتقيس اللي في الظل، لان في الشمس بتتغير كل دقيقه، كل 5 دقائق بتتغير. فانا عاوز يبقى عندي العظمى تقعد مستقره 3-4 ساعات، يبقى انا عارف ان دي العظمى. بس في النهايه هو حراره كبيره، لا يجب ان يكون في احتكاك مباشر معاها. اللي عنده الاعمال بتاعته بتستلزم وجوده في اشعه الشمس، كل العمال الموجودين، كل رجال المرور، كل جنودنا الابطال اللي في القوات المسلحه، كل المزارعين اللي بيستلزم تواجده، لازم يبقى في غطاء راس، لازم يبقى في شرب سوائل كتير بكره بالتحديد. طبعا الحكايه دي مهمه جدا، على قد ما اقدر اقلل الحركه في فتره الظهيره، مجرد بس من الساعه 12 لغايه الساعه 2 او 3 اقلل الحركه. يعني لو ما استلزمش الامر ان انا اطلع او اروح او اجي، يفضل ان انا اقلل الحركه، لان هو فعليا ارتفاع قياسي
بس نرجع ونقول في الاخر ان دي تحت ما يسمى بتغير المناخ. عشان كده النهارده وامبارح كان في قمه القمه الافريقيه الاولى لتغير المناخ، وهي تم بنائها على ما تم التوصل اليه من نجاحات مفهوم الاطراف 27 في شرم الشيخ. ده كلام جميل. خليني هرجع على ما يهم المواطن بعد اذنك يا دكتور، وهو أنا. انه بقى ده مهم جدا عندي، الارتفاعات دي هتستمر يومين او ثلاثه مظبوط؟ يومين بكره يومين. ان شاء الله. هل هتؤثر على المزروعات والحصلات اللي بتتزرع دلوقتي او اللي موجوده؟ ده سؤال مهم جدا. انا دلوقتي في اي وقت من السنه انا في سره الموسم الزراعي، انا في يعني ان شاء الله بعد يومين ثلاثه هيبتدي 9/9 دي عيد الفلاح المصري. كويس. كل عام وهو بألف خير وسلام. ويوم 11/9 هو بدايه السنه الزراعيه المصريه. 11/9 بدايه شهر توت. فمفهوم. وهي بدايه السنه الزراعيه. هتؤثر؟ احنا عندي زراعات هتزرع كتير، بطاطس وبصل وتوم، عندي ذره متاخر، عندي محاصيل تانية زي البنجر وغيره. يفضل على كل اهلنا المزارعين اللي الارض جاهزه للزراعه ما يزرعش بكره وبعد، ينتظر حتى انكسار هذه الموجه تماما، حتى ما يحصلش الزراعه ويحصل بعد كده مشكله. دي نقطه مهمه. النقطه الثانيه، الزراعات القائمه بالفعل والشتلت لازم تترشب بعض المركبات زي سيليكات البوتاسيوم، واهم حاجه تقريب فترات الري. ما اسمحش ان الزرع بتاعي يجف او يعطش في خلال هذه الايام، لان البخر نتح عالي جدا بسبب ارتفاع الحراره، عشان ما يحصلش اي مشاكل. غير كده الفاكهه الموجوده في نهايه الموسم مش هيحصل لها حاجه، الزراعات اللي مزروعه بقى لها فتره وصلت لمرحله 40 يوم ولا 30 يوم ان شاء الله مش هيحصل لها حاجه، عدا ان انا اعطشها، ولا يجب ابدا ان انا اوصل للمرحله دي خالص. يعني عظيم جدا. انا بشكرك يا دكتور، كل الشكر دكتور محمد علي فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزاره الزراعه. كده احنا فهمنا إبلي درجات الحراره هتوصل ل 45 في الظل، يعني اعمل حسابك في حاجه زي ايه بالميت كده 48 ولا حاجه، ده بالميت. ده واحد. اتنين، اعملوا حسابكم يا جماعه، وزي ما قال دكتور فهيم، جنودنا شرطه وجيش، عمالنا اللي موجودين في الاماكن المختلفه، مزارعينا الى اخره، لو سمحتوا اهم حاجه غطي راسك، اشرب ميه قدر الاستطاعه، رطب نفسك كده، الازازه الحلوه بتاعت الميه اللي بنرشها على راسنا في عز الحر دي، حافظوا على نفسكم قدر الاستطاعه. المزارعين اللي لسه ما بدأش استنى يومين، اللي حاجته موجودة عرفتوا النصيحة، مش عارف سيليكات البوتاسيوم أظن اللي قال عليها الدكتور فهيم، وقلل فترات الري علشان ما ترفعش من معدلات البخر. تعال نروح بقى الخبر مهم جدا جدا، وهو موضوع حجر رشيد. وأنا من الناس اللي يعني مهتمة جدا 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 بهذا الحجر لما يمثله من قيمة هو كحجر رشيد، ولأنه بتاعنا، ولأنه ما خرجش بالشكل القانوني أصلا، ولأنه إذا عرفنا نجيب حجر رشيد، لو عرفنا نجيب الحجر ده من المتحف البريطاني كل حاجة هتبقى سهلة فيما بعد ذلك. هل أنا صح ولا غلطان؟ أقول لك. بص يا سيدي، المتحف البريطاني وطبقا للإنديبندنت بيقولوا إنه بيبحث إعادة حجر رشيد. طيب الصحيفة البريطانية إنديبندنت الشهيرة أشهر من نار على العالم قالوا، ده هم كلامهم، في اتجاه داخل إدارة متحف البريطاني في العاصمة لندن لإجراء مراجعات بشأن آلية رد بعض التحف والآثار والمقتنيات المتواجدة في المتحف. هتقولي طب ما هم ما قالوش رشيد، أقول لك أصبر، طبقا للإنديبندنت قالوا ومن بينها حجر رشيد لدولها الأصلية، وقالوا إنه هذه القطع تم اقتنائها في الحقبة الاستعمارية لبريطانيا. معانا على التليفون دكتور علي أبو تشيش، عضو اتحاد الأثريين وخبير الآثار المصرية وأحد الأعضاء البارزين شديدي النشاط في الحملة الخاصة باستعادة هذا الحجر الهام. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك يا دكتور يوسف، وحشني جدا والله. والله وحضرتك اكتر جدا قوي خالص. الكلام اللي بيقولوه الانتبندنت ده مبشر يعني. انا الاول بحيي حضرتك على وقوفك جنب الحمله، وحضرتك من البدايه وانت بتدعم دايما يعني دورنا كلنا يعني واجبنا احنا البلد. الله يخليك. الانتبندنت قالوا، بس ما فيش حد في المتحف يعني طلع بيان رسمي يقول كده،
وانا اعتقد ان هم بيقولوا كده حاجه يعني عشان زي ما حضرتك عارف ان الفضيحه اللي حصلت بقى سرقه 2000 قطعه من المتحف في قلب الدنيا طبعا واتشال فيها المتحف وجابوا شخص تاني مسك المتحف، فعشان كده هم ممكن يكونوا بيهدوا شويه الراي العام او كده، لان زي ما حضرتك عارف ان حجر رشيد بقى له اكثر من 200 سنه في المتحف البريطاني وكان في مطالبات كتير، حتى الدكتور زي حواس طالب من 2010 برجوع الحجر، ولكن هم كانوا حاطينه في حته ظلمه، فلكن لما الدكتور زي حواس طالب رجعوه في النور وحطوه في مكان كويس زي حضرتك قلت حجر رشيد هو ايقونه الحضاره المصريه القديمه. للاسف ان الدول دي لسه بتمارس سياسه الاستعمار في الاثار المصريه، وبل الصين دلوقتي بدات تتكلم 23,000 قطعه، اليونان عندهم اثار كتير جدا في المتحف البريطاني، فما المتحف اتسرق احنا لسه كنا بنتكلم مع حضرتك من قيمه شهر كده على حجر رشيد وكده، اما المتحف اتسرق فاحنا بالتالي لازم نخاف على الاثار بتاعتنا، نخاف على حجر طبعا نخاف على كل الاثار الموجوده، فاحنا بنطالب ان يبقى في المتاحف دي شايف حضرتك تأيدني ولا لا، يكون داتا بيس قاعدة بيانات بكل الآثار المصرية الموجودة المعروضة واللي في المخازن وغير المعروض طبعا، احنا نبقى عارفين وبنتابع ايه هي الآثار الموجودة او آثار اتباعت في متحف من هنا او التاني، فزي ما حضرتك عارف ان قانون أيدك جدا في ده طبعا ربنا يخليك، زي ما حضرتك عارف قانون 117 لعام 83 اللي جرم تجاره الاثار قبل كده زي ما حضرتك عارف كانت بتطلع بطريقه شرعيه صحيح. عن طريق القسمه 50-50 لما البعثه بتشتغل او الاهداءات زي ما حضرتك عارف هي اهداءات معبد ديبوت في اسبانيا ده الرئيس عبد الناصر اهداه ايام السد العالي وانقاذ اثار والرئيس السادات اهدى والملوك اهدوا ومحمد علي اهدى يعني حاجه عظمه المسلات بتزين العالم بحاجات كتير وبتشوف المسلات في كل حته في العالم خدوا المسلات كويس قوي اللي مكتوب الهيروغليفي كويس قوي هتحمد على سفن وشارد وطلعت بره، فانا يعني احب ابشر حضرتك ان الحمله دلوقتي احنا وصلنا ل 207,000 واللي هي الحمله اللي هي الثانيه التوقعات اللي احنا عايزين 100,000 توقيع من عشان نطالب مجلس العموم البريطاني من مصريين مقيمين في بريطانيا 500. دي اللي احنا عايزينها من مصريين مقيمين في بريطانيا طب أيوة دكتور تمام. علي ألا تفكرون في هذه الحملة أنه يتعمل إعداد لوفد من كبار الأثريين من مثلا شخصيات يعني فليكن بعض نواب البرلمان من لجنة الأثار فليكن وزراء أثار وسياحة سابقين يعني احنا ما عندنا مثلا دكتور خالد العناني وهو الآن مرشح لمنصب رفيع المستوى كرئيس لليونسكو يعني وزير الوزير الحالي بتاعنا الدكتور عيسى إلى آخره يعني نعمل وفد يروح على لندن يقعدوا هناك مع المتحف يقعدوا في لجان استماع أمام مجلس العموم البريطاني يعني نعمل دوشة يا ريت والله وإحنا كنا عملنا بيان من حوالي أسبوعين كده الدكتور زي حواس بيطالب أن اليونسكو تتدخل برضه طبعا يعني عشان هي المنوطة بحفظ الآثار في العالم كله بس الرأي اللي حضرتك قلت ده رأي جميل جدا وأنا أتمنى حضرتك بقى لأن حضرتك وكيل لجنه في مجلس الاثار وكيل لجنه الاثار في مجلس النواب فيا ريت حضرتك تتبنى الموضوع ده وتاخد مع حضرتك زي ما قلت الدكتور خالد العناني الدكتور زاهي حواس الوزير احمد عيسى واعضاء من البرلمان ونتكلم يعني احنا عايزين بس حاجه الرشيد يتعرض في المتحف المصري الكبير لان ده هيبقى مهم جدا ولسه دلوقتي مكلمني برضو احد خبرائنا السياحيين الدكتور وادي البطوطي بيقول لي في المتحف الكبير لو عملنا فاترينا فاضية وكتبنا المفروض هنا يكون حجر رشيد المسروق في بريطانيا ده برضه هيكون نوع من انواع الضغط طبعا ان الحجر ما رجعش يعني لحد في والله فكرة ونتمنى ان هو يرجع يعني ان شاء الله هذا المكان بيه. محجوز لحجر رشيد يا والله لسه المستحوذ عليه من المتحف البريطاني فعلا لسه قايل الفكره دي الدكتور وليد البطوطي كان مساعد وزير السياحه طبعا هو خبير سياحه معروف طبعا عارف كويس حبيبي ودي برضه هتكون اداه ضغط وغير الضغط الشعبي غير المنبر حضرتك الاعلامي فنقدر ان احنا زي ما حضرتك قلت برضو دور حضرتك برضو في مجلس النواب والوفد ده لو اتعمل فعلا ورحنا اتكلمنا ومع سرقه المتحف ان احنا بنخاف على اثارنا طيب احنا ممكن نعمل حاجه هنخلينا زي على راي الجماعه باعتبار ان احنا بنتكلم عن الانجليز نبقى برو اكتف احنا ممكن ننسق مع الدكتوره الدوريه شرف الدين رئيس اللجنه لانه حضراتكم ممثلين عن الحمله تحضروا اجتماع نقدم الدعوه ايضا لوزير السياحه والاثار
دكتور عيسى. طبعا دكتور زاهي حواس مما لا شك فيه. مش عارف هل دكتور خالد العناني يجي لنا ينورنا ولا هيقول لنا انتظروا لحد ما نشوف موضوع اليونسكو. بس يا رب يا رب يا رب يجعلها من نصيبه فيبقى يعني هيرحب جدا ان شاء الله. يا ريت والله. فيبقى نفكر ايه اللي يتعمل، الوفد اللي يسافر يحدد الاجنده بتاعته، نبدا ننسق ده، يعني نشوف ده هيتعمل ازاي. اعتقد انه ده احنا ممكن نسعى اليه بدءا من الاسبوع الاول بعد انتهاء الاجازه البرلمانيه، يعني مع العوده في اكتوبر باذن الله. يعني انا اتكلم مع دكتور دوريه شرف الدين رئيس اللجنه ونشتغل على كده جدا جدا جدا. اشكرك جدا يا دكتور علي. الدكتور علي ابو تشيش عضو اتحاد الاثريين وخبير الاثار المصريه وعضو في الحمله الخاصه باستعاده الاثار المصريه، تحديدا الحمله بتاعتنا بتاعه حجر رشيد. فاصل ونكمل الكلام. يعني حضور غير مسبوق لكل قطاعات الدولة وطبعا ضيوف من خارج مصر من كل الجهات، عشان الموضوع مهم جدا، وعشان ايضا الاهتمام العالمي بالقضيه السكانيه على مستوى كبير في الفتره الاخيره. طبعا احنا على مدار 3 ايام ان شاء الله، النهارده وبكره وبعده، هيكون في جلسات نقاشيه من خبراء ومتخصصين من كافه جهات العالم، الجهات الدوليه كلها متواجده المعنيه بقطاع السكان والصحه بشكل عام، حضور من كافه الدول في الاقليم وفي العالم. لسه جايين من جلسه هامه عالم اسمها الهيلث ديبلوماسي او دبلوماسيه الصحه، ورايحين على عرض الاستراتيجيه الوطنيه او استراتيجيه وزاره الصحه والسكان لمناقشه مع كافه الجهات في خلال دقائق من دلوقتي. يمكن النهارده اليوم الثاني، وده هيبقى فيه نوع من انواع الجلسات المتخصصه اللي ليها علاقه بالصحه والسكان والتنميه مع بعض، وفي نوع من انواع اللقاء بين الخبراء من دول مختلفه، كل دولة عندها خبراتها الخاصة بالسكان والصحة والتنمية، فكل واحد بيقول خبراته ايه، ما تم من تجارب عندهم في هذه الدول، كيفية الاستفادة منها، ايه نقاط الضعف وايه نقاط القوة. يمكن النهاردة السيشن كانت فيه حاجة عن الحوكمة، في النهاردة برضو حاجة عن المتغيرات الديموغرافية بالنسبة للعائد الديموغرافي من الشباب، فده برضو هيتم مناقشته. كل الحاجات دي مهمة جدا للخروج بتجارب او بخلاصات التجارب اللي هي نجحت في الدول الاخرى وتطبيقها في مصر عندنا. كان التركيز في هذه المحاور على الاستخدام الأمثل للمياه بحيث يضمن وتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية، سواء من خلال الإنتاج وخلال التخزين، وأيضا محاولة إنتاج غذاء صحي بحيث تكون تأثيره إيجابي في تحسين الصحة العامة. أيضا تم مناقشة دور التجارة والصناعة في إنتاج الغذاء الصحي للحد من مشاكل السمنة والأمراض المزمنة. أنا جاي من الأردن وطرحت بعض القضايا المرتبطة بالموضوع الخاص بالأردن فيما يتعلق بالسكان والتنمية والبيئة والصحة والمياه، وتبادلنا العديد من الأفكار. وأعتقد بأنه مع أنه بالبداية بعض الخبراء بيعتقدوا بأنه مصر تعاني من أزمة سكانية، إلا أنه الأزمة تكاد تكون عامة في أماكن كثيرة وخاصة في منطقتنا. يعني إحنا اتكلمنا في ثلاث نقاط مهمة جدا، وهي أول حاجة تأثير التغيرات المناخية على الصحة، سواء صحة الأسرة عامة كأسرة كاملة يعني، وركزنا أكثر على الفئات الأكثر المهمشة أو الفئات الأكثر تأثيرا، وهي بالذات السيدات والبنات والأطفال. تاني نقطة اتكلمنا على الاستراتيجيات المختلفة اللي بتتبعها الهيئات المختلفة لمواجهة التغيرات المناخية وأخطارها. وثالث نقطة اتكلمنا عليها مهمة جدا، وهي المبادرات المجتمعية اللي المفروض ان احنا نقوم بها لمواجهة التغيرات المناخية. اعتقد انه من الممتاز ان تقود الحكومة المصرية مثل هذه الحملة وهذا المؤتمر، وخصوصا ان هذا الموضوع يمس المجتمع بشكل مباشر ويحدد كيفية التعامل مع المستقبل وكيفية انشاء
عائلة سعيدة وآلية التعايش مع الأزواج والزوجات وخلق بيئة آمنة للأطفال. وهذا المؤتمر يسمح لأصحاب الخبرات والمسؤولين في هذا الملف أن يتقابلوا ويتبادلوا الخبرات ويتعلموا من بعضهم البعض، وهذا يساعد على خلق استراتيجيات جديدة لتطوير صحة السكان والأطفال والعائلات بشكل عام، ليس في مصر فقط بل حول العالم. يعتبر المؤتمر واحدا من أهم المؤتمرات التي تحدث الآن ليس في مصر فقط بل في العالم، ونحن سعداء بأن الحكومة المصرية تدعم ذلك الموضوع. كان شرفا لي التواجد في هذا المؤتمر الهام، وأخذت الفرصة للتحدث على المنصة حول الأمن الغذائي والمائي والصحة والسكان والديموغرافية، وأردت أن أوضح أن الحكومة المصرية قادت مفاوضات المناخ العام الماضي في كوب 27، وكان هذا بعد استضافة بريطانيا لكوب 26، وبسبب هذا وذلك فقد أبرمت الحكومتان عددا من الشراكات والاتفاقيات للعمل على التغيرات المناخية، ومن أهمها مبادرة المناخ والتغذية واتحاد التحول الفعلي للمناخ والصحة. وكان هذا المؤتمر فرصة للنقاش حول هذه الملفات. ازيكم عاملين ايه؟ كله تمام؟ طيب، كلنا اي حد في الدنيا اكيد عاوز يشتغل واكيد عاوز ياكل لقمه عيش بالحلال. طيب، في ناس بتستغل الموقف وتبدا تعمل ايه؟ تعمل اعلانات وظائف مضلله وتضحك على الناس وتكذب وتزيف وتضلل وتدلس وتعمل كل حاجه. من ناحيه ثانيه أرجع أقول لك، طيب يا جماعه، ما هو برضو دور الدوله انها تخلق لنا فرص عمل علشان نعرف نشتغل. مش هقول لك رأيي أنا، لكن أقول لك أنه بالأرقام هو الدولة بالفعل بتوفر فرص عمل، بالفعل الدولة بتقلل من حجم البطالة ومن معدلات البطالة، ده بالأرقام المعلنة والموجودة سواء إذا كانت اللي عندنا أو الموجودة في المؤسسات الدولية. طب إيه الدور اللي بتلعبه وبتقوم بيه وزارة العمل؟ القوة العاملة بيعملوا إيه؟ ده مهم جدا. طب وبيعملوا ايه في اي اتجاه او في اي زاويه؟ يعني ايه فرص العمل المتوفره؟ طب وانا اقدر التحق بيها ازاي واقدم ازاي؟ اصحاب الهمم بالمناسبه يعني برضو اكيد ليهم حق في العمل وحق في الانتاج وحق في التمكين الاقتصادي الى اخره. خليني ارحب جدا وبشده بضيفتنا العزيزه استاذه هبه احمد، مدير اداره، خد بالك بقى، التشغيل في الوزارة. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. ازاي الصحة؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ التشغيل هنا. التشغيل هنا. قولي لنا بقى، نبدا منين الحدوته؟ هنبدا بالتشغيل. ماشي. التشغيل انا بوفر فرص عمل النهارده للشباب. طبعا احنا في الجمهورية الجديدة اللي ارسى قواعدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان من اهم النقاط فيها خفض نسبة البطالة. وفعلا نسبة البطالة من سنة 2014 الى النهارده انخفضت من نسبه من 13% الى 7% بناء على البيانات الوارده من الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء. انا هقطع حضرتك في الحته دي. اتفضل يا فندم. انخفاض معدل البطاله بهذا الشكل، لو انه معدل السك او عدد السكان ثابت يبقى احنا عاملين حاجه عظيمه جدا. طبعا. طب في اطار ان معدل السكان عندي بيزيد و الداخلين إلى قوة العمل بطبيعة الحال بيكبروا فبيزيدوا، فكده اللي معمول يعني حاجة مذهلة. طبعا. ماشي. احنا النهار طبعا في مشروعات قومية عملاقة يعني الدولة قامت بيها في ظل التحديات اللي كانت بتعرض بيها الدولة الفترات اللي فاتت. احنا عندنا العاصمة الإدارية الجديدة، المدن الجديدة، الإنشاءات، الكباري، كل دي كانت بتوفر فرص عمل للشباب وكانت بتخفض من نسبة البطالة. بيجي هنا بقى الدور الأساسي للوزارة. احنا بنوفر فرص عمل دي من خلال النشرة القومية للتوظيف. انا عندي النشرة القومية للتوظيف دي بصدرها مرتين في الشهر بصفة دورية، دي بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، بنشوف ايه احتياجاتهم، ايه طلباتهم في الوظائف اللي هم محتاجينها،
وبنبدأ نقعد ونشوف فعلا الشركة دي أوراقها سليمة، الشركة إيه اللي طلباه، هتطبق الحد الأدنى، إيه الامتيازات اللي هي هتقدمها للشاب النهاردة، وأبدأ أنا أتابع الشركة، بعرض الفرصة بتاعتها على النشرة القومية للتوظيف وبنبدأ. ثلاث حاجات أنا هقطعك كتير، براحتك. يعني واحد، بتتعاملوا مع القطاع الخاص، أكيد يا فندم. اتنين، بتتأكدوا من جودة المناخ الوظيفي لو صح التعبير طبعا. ثلاثة، وده مهم جدا، انه يطبق الحد الادنى للاجور طبعا. اربعة، بتشوفوا بقى اذا كان في مميزات. اكيد طبعا. كانت من يعني اهتمام معالي السيد الوزير حسن شحاتة، وكانت توجيهاته لينا دايما انا عايز فرص عمل حقيقية، المتابعة المستمرة مع مكاتب التشغيل. انا الفرص دي النهاردة بجيبها، عندي 300 مكتب تشغيل في 27 محافظة، بينزلوا تفتيش على المنشآت، بيشوفوا احتياجاتهم ايه وبيبدأوا يجيبوا للشركات دي. في متابعة مستمرة مع الشركات في الاحتياجات اللي هم طلبوها، في الناس اللي هم خدوهم، بتابع المواطن بعد ما كمان بيتمدي العقد بتاعه في الشركة انا بتابعه. دي مع مكاتب التشغيل ومع الشركات. تاني حاجة، أنا بعمل ملتقيات توظيف، دي بقى مع الجهات معنية، مع شركاء دوليين، مع طبعا بالتنسيق دي بقى مع المديريات بتاعتنا، مديريات العمل. وكان عندنا دلوقتي آخر ملتقى توظيفي كان في محافظة القاهرة، كنا حوالي 10,000 وظيفة فرصة عمل في 73 شركة. واحنا دلوقتي تقريبا بقى لنا اسبوع من ملتقى، احنا بنتابع يوميا الشركات وبنتابع الاعداد اللي خدوها، وبنتابع كمان عقود العمل بتاعتهم، وهبنقدم كمان الجديد بقى والحلو بتاعنا ان احنا بنقدم كل الحاجات دي بتنزل على الصفحه الرسميه للوزاره. يعني كان في ملتقى توظيف شهر 3 لذوي الهمم، نزلت الاسماء والعقود بتاعتهم على الصفحه الرسميه للوزاره. وبتتابعوا يا فندم مدى التزام الشركة بالتعاقدات اللي تم إبرامها؟ طبعا. وأي حد يعني أي شاب حصلت أي مشكلة ليه بيجي بيتوجه لمكتب التشغيل اللي هو تابع ليه، بيجي الوزارة عنده البوابة الإلكترونية للشكاوي طبعا مجلس الوزراء بيقدم فيها، وإحنا بنتابع كل ده وبنتابع لكل استفسارات وبرد عليها. بنقدر نوفر تقريبا كم فرصة عمل في السنة؟ يعني احنا مثلا كنا عاملين تقرير من تولي معالي الوزير حسن شحاتة الوزارة في أغسطس 22، كانوا حوالي وفرنا مثلا 68 فرصة، 68,000 فرصة عمل. 68,000 فرصة عمل. لا 68 فرصة، 68,000 فرصة عمل من أغسطس 22 لحد يعني في حوالي 12 شهر. تمام، اتفضل. لا والله ابدا. أنا بس كنت عايزة أكد كمان إن إحنا دي في متابعة مستمرة على الفرص دي، فرص العمل يعني بشكل يومي تقريبا. أنواع فرص العمل اللي بيتم توفيرها إيه؟ كل فرص العمل اللي بيحتاجها سوق العمل. أي فرصة عمل؟ طبعا، مهندسين، محامين، محاسبين، عمال، أفراد أمن، أي فرصة عمل الشركة بيحتاجها النهاردة إحنا بننزلها. على مختلف القطاعات؟ طبعا. بتعامل مع القطاع الخاص بعد ما بتأكد من جديته طبعا، وبتابع مدى التزام. طبعا. ايه الشروط اللي مطلوبه مني انا مثلا علشان اقدر اروح اقدم في الوظائف دي، غير انه ابقى متوافق مع متطلبات الوظيفه؟ لا، او بعمل ايه او اروح فين؟ عشان النهارده تقدر تقدم على الوظيفه دي عندك كذا طريقه. عندك مكتب التشغيل اللي انت يعني تابع محل سكنك، ممكن تروح لغايه عنده تشوف يعني فرص العمل فيه. عايز تروح مديرية العمل روح، عايز تيجي الوزارة اتفضل. في حاجة أسهل، بتدخل على الصفحة الرسمية للوزارة، على الموقع الرسمي للوزارة، في كل الوظائف بتاعتنا انت بتقدر تشوف الوظيفة المناسبة ليك، بيبقى في كمان أرقام تليفون المسؤولين في الشركات تقدر تتواصل معاهم، في كل البيانات وكل التفاصيل بتبقى على الصفحة الرسمية للوزارة. عظيم جدا. طب أنا هسألك يا فندم، هطلع فاصل، هرجع بعد الفاصل وهسأل أظن سؤال مهم إن احنا نبقى عارفين إجابته. مدى استطاعتنا وقدرتنا على خلق وظائف لأصحاب الهمم؟ ده مهم جدا. فاصل ونكمل الكلام. ازيكم عاملين ايه؟ خلونا نجدد الترحيب مره تانية بالاستاذة هبة احمد، مدير ادارة التشغيل بوزارة العمل. اصحاب الهمم نصيبهم ايه؟ طبعا كان في تكليفات مباشرة من السيد الرئيس في عيد العمال الماضي بضرورة دمج ذوي الهمم في المجتمع،
وكانت اولى توجيهات معالي الوزير ان احنا نبدا نشتغل على الملف ده، وفعلا اشتغلنا. عملنا لجنه مركزيه لحصر ذوي الهمم، حصر المنشآت اللي في ال 27 محافظة، وفعلا شغالين على كده، وحصرنا تقريبا 70% من المنشآت. بنشوف ايه نسبة العمال عندك، انت ليك كام حد من 5%، ليك مفروض ان انت تعين كام واحد. وابتدينا فعلا دلوقتي معينين حوالي 11,000 من ذوي الهمم خلال الفترة السابقة، السنة السابقة دي. عظيم جدا. هل انا وانا بشتغل على ده ببقى بشوف الامكانيات المتاحه لدى اهالينا من ذوي الهمم، وبالتالي اقدر اوجهه في الوظائف وفي الشركات او في الانشطه المختلفه؟ اه طبعا، انا بشوف له بوفر له النهارده لوظيفه العمل حسب نوع الاعاقه بتاعته، حسب محل سكنه طبعا، يعني بوفر كافه الراحه ليه، لان هم اهم حاجه لازم ابص للاعاقه بتاعته ايه واشوف ايه المناسب ليه. حلو جدا. طب هنا هسأل برضو على حاجة كنت بستفسر عنها وإحنا في الفاصل. النهاردة الوزارة والتشغيل أو إدارة التشغيل بيحطوا كل الوظائف المتاحة إن أنا أقدر أقدم فيها. طيب افترضنا إنه أنا مش جوه هذه الوظائف الحالية، بس أنا ما بشتغلش، هل ينفع أقدم عندكم أو أحط اسمي في قاعدة بيانات بحيث لما يبقى في حاجة مناسبة تنادولي؟ اه طبعا، في موقع الوزارة، في يعني تقدر ان انت تسجل بياناتك كلها فيها، وفي ممكن مكتب التشغيل تروح وتسجل بياناتك فيها، وبالتالي يبقى انا موجود جوه قاعدة البيانات. اكيد طبعا، اول ما بيتلقى ليا موقع بيتم التواصل، ولا انا لازم افضل بتابع؟ لا يعني احنا في متابعة مستمرة في الملف ده. طيب هروح على جزء اللي انا كنت بتكلم عليه بقى في بداية الحلقة، المسألة بتاعة الاعلانات المضللة دي، في كم كذب وعبث ولعب بأحلام وطموحات الناس غير طبيعي، ولعب على فكرة العمل ولقمة العيش. يعني عندنا مش عارف 3,000 وظيفة بمرتب لا يقل عن 10,000 جنيه زائد سكن زائد مواصلات زائد، يروح الشاب من دول يقدم، وبعد ما يقولوا له خلاص احنا هناخدك معانا يكتشف ان لا في 10,000 ولا 7,000، لها 1,500 و100 فل و14، وهيشتغل في اخر بلاد المسلمين، ولا مواصلات ولا دياوله. ده لو لقى اصلا القصة حصل فعلا. احنا يعني في حملات توعيه كتير على الصفحه بتاعه الوزاره بنناشد الشباب فيها ان انت ما تنسقش النهارده ورا الاعلانات الوهميه. معالي الوزير برضو اكد على الموضوع ده في اكتر من لقاء لي، وفي كل اجتماعاته كان لازم يا جماعه ترجعوا للاساس، ارجعوا للوزاره، ارجع لمكتب التشغيل اللي انت تابع ليه، هيبقى عارف كل حاجه عن الشركه اللي انت بتسال عليها. شوف الشركه دي اوراقها سليمه ولا مش سليمه، لازم عشان يعني ما تقعش تحت فريسه للنصب. مكاتب التشغيل عندهم كل البيانات الخاصه بالشركات. ابسط، روح لمكتب التشغيل اللي جنبك، هو في كل محافظه، في كل مكان هتلاقي جنب بيتك مكتب تشغيل، روح اسال عن بيانات الشركه دي، اتاكد منها، تعال الوزاره عشان ما تقعش فريسه للنصب. طيب هل في عندي اداره ما، مكتب ما يتابع هذه الاعلانات ويعمل لها تنقيه ويتاكد مين الوهمي ومين اللي جد؟ احنا المكتب الاعلامي عندنا في الوزاره متابع طبعا الصفحه الرسميه دايما، الوزاره بيتابع الصفحات دي طبعا، وبنناشد وبنوجه كمان اللي مثلا لو في شركه شفناها ان منزله اعلان احنا مش واثقين فيه، احنا بنقدم البلاغ ده على طول للاداره عندنا، اداره شركات الاحياء العامله، هي بتقدر بقى تتابع بتشوف دي فعلا مرخصه ولا مش مرخصه، وبناخد الاجراءات، لو هي مش مرخصه بناخد الاجراءات القانونيه معاها. طيب ماذا لو حد شاف اعلان من دول راح قدم واكتشف انه كل ما جاء في الاعلان هقول 90% منه هجس، وبعدين فوجئت؟ صحيح هيبقى اول اجابه هتجيلي خلاص يسيب الشركه ويمشي، بس الشركه دي كذبت، هل في مكان يقدر يروح يشتكي فيه الشركه؟ مكتب التشغيل. اروح اشتكي في مكتب، روح اقول لهم كان في اعلان وهو معايا يا جماعه، او ادي الصفحه بتاعتهم على فيسبوك وقالوا كذا، ولما انا رحت لقيتهم نصابين او كذابين. في مكتب التشغيل، في الوزاره، في البوابه الالكترونيه الشكاوي تبع مجلس الوزراء، قدم فيها واحنا بنتابع كل البيانات دي، بنتابعها يوميا تقريبا. ملتقيات التوظيف بتاعتكم دي حاجه مهمه جدا، هل هي بتغطي 27 محافظه ولا بتبقى في المحافظات الكبيره؟ لا طبعا، احنا لسه عندنا يوم الاثنين كان عندنا ملتقى توظيف في محافظه سوهاج، كان بيوفر حوالي 1,300 فرصة عمل في حوالي 14 شركة، وكان عندنا في شهر 5 في أسيوط والشرقية، لا في كافة المحافظات، في كل المحافظات. دايما بعمل ملتقيات توظيف ووظائف
تنفع للكل، عامل عادي، عامل ماهر، دكتور، مهندس، محاسب، زي ما يطلع. طبعا. نصيحة تقدميها لمن يبحث عن عمل؟ طيب أنا قبل النصيحة أقول برضو إحنا عندنا كنا مع الوزير افتتح وحدة توجيه مقابل المغادرة. دي الوحدة دي عشان خاطر الشباب اللي هي مسافرة برة. أنا اللي هو عنده معايا بقى عقد عمل فعلا، أنا هجيبه تعالى الوحدة. أقعد هوجهك، أعرفك كل حاجة تخص البلد اللي أنت مسافر ليها، إيه ثقافتها، النهاردة لو أنت حصلت لك مشكلة هناك هتتوجه لمين. إحنا عندنا 9 مكاتب تمثيل عمالي، في لو في مستشارين عمالين، لو في البلد ما فيهاش مثلا مكتب تمثيل عمالي روح للسفارة. يعني هعرفك كل حقوقك وكل واجباتك وكل التزاماتك، ولو انت ما كانش معاك عقد لسه هوريك ازاي ان انت تقدر تبحث عن عمل، ازاي ان انت تقدر تشتغل على نفسك، ازاي تقدر ان انت يعني توفر فرصة عمل ليك. طب عظيم جدا. احنا امبارح فخامة الرئيس قال حقيقة جملة مهمة جدا، فكرة تحديدا رائعة جدا، قال علينا ان احنا نعمل على تنسيق الهجرة الشرعية للبلاد التي عندها احتياج للعمال. فانا اظن هيبقى ملقى على عاتقكم في ادارة التشغيل انكم تبدأوا تحضروا بروجكت كده، مشروع ازاي هنقدر نعمل ده، ونشوف المكاتب بتاعت بتاعتنا اللي موجودة برة، واكيد لازم هتتعاملوا مع بقى الوزارات المناظرة في الدول دي بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، وطبعا هنبدأ نشتغل على الملف ده. الحقوا. طبعا. أصلاً أنا كنت لسه حتى امبارح كنت بقول لسيادة النائبة سلاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قلت لها أخشى ما أخشاه إنه شهرين ثلاثة بالكتير، ده بالكتير، وإن الرئيس يقول إحنا مش اتكلمنا في المؤتمر بتاع السكان والصحة والتنمية على كذا، والحد دلوقتي لسه ما جاليش مشروع حول مسألة العمالة المصرية وكيفية شرعانة خروج العمالة والهجرة الشرعية. لا احنا بعد تكليفات سيادة الرئيس على طول بنبدأ نشتغل يعني. ده هو قدودة يا أستاذة هبة. ربنا يكرمك. أستاذة هبة أنا عايز أشكرك جدا، شرفتينا ونورتينا، وحقيقي أنا بتكلم بجد، أنا بني آدم يحب جدا الأرقام. اللي عملتوه كوزارة وفريق عمل بشكل عام في مسألة تقليل معدلات البطالة، قلنا كانت كام يا فندم؟ 13% سنة 2014 وصلنا ل 7% دلوقتي. 7% في ربع الأول. ونأكد تاني وإحنا عندنا زيادة سكانية كبيرة. أكيد طبعا. معدل 2.2 بواقع تقريبا 1.5 مليون و600 ألف بني آدم سنويا، بالتبعية بيكبر الأطفال دول ويدخلوا يبقوا شبان في سوق العمل. فبالرغم أنه زيادة حجم القادرين على العمل، البطالة عندي ما زادتش، بتتراجع، وبظل التحديات البلد واجهتها. مصر كانت قادره، العالم وحاجه صعبه قدها قدود. كل الشكر لك مره ثانيه استاذه هبه احمد. شكرا ليك يا فندم. استاذه هبه احمد مدير اداره التشغيل بوزاره العمل. بصوا اللي عاوز شغل هيلاقي، انا من انصار كده. انا كنت بشتغل 3-4 شغلانات، اخرج من هنا اروح هنا مش عارف ايه ده، من يعني من وانا قد كده، من وانا قد كده بشتغل، ما قلتش للشغل لا، لحد دلوقتي اي شغل انا اشتغل، وانا داخل على 50 اشتغل. اوعى تقعد في البيت حاطط رجل على رجل مستني انك تتخرج من الجامعه هتشتغل مدير عام. اوعى تتخرج من الجامعه ولا من المدرسه الفنيه ولا من المعهد بتاعك وانت قاعد باشا على القهوه وبتاخد المصروف من بابا ومستني ان احنا هنشغلك في المالتي ناشونال. اسعى، خش على اداره التشغيل، اشتغل، اتعب، هتبقى احسن واحد في الدنيا. بصوا بقى يا جماعه انا مش هقدر اكمل معاكم اكتر من كده عشان كريم رمزي خلاص لسه انا وهو متقابلين بره في الكوريدور ساعه الفصل بتاعنا. داخل معاكم حالا كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. احنا لو كلنا العمر نقابلكم ان شاء الله يوم السبت الجاي في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعه. سلامات.